السلام عليكم الاخوان، صباح الخير عليكم. اليوم جبرتونا نمشيو نصادو ان شاء الله، وغادي نفرجكم معنا. غادي ندوز واحد النهار ماشي عادي، وان شاء الله غنحاولوا ما امكن نضربوا شويه على الحوت الكبير. المهم الحوت يعني اللي مويان، ما نحاولوا نتفاداو الحوت الصغار. هادشي اللي كاين. اذا كانت شي حصيله مزيونه، شي حاجه واعره، ان شاء الله الدراري غادي نبارطاجيها معكم، وغتشوفوا معنا النهار كيف غايجوز. ما تفوتوا طلق. احنا الاخوان هابطين في الغابه دار الميلات، وان شاء الله نتمنى وتكون شي حاصيله اليوم مزيونه. عمر، عمر ما رايك في هذه النار؟ النار صراحه يعني دائما كنتمنى نطيحوا في شي نهار بحال هكذا. واو، دائما كيكون شي ديفويا، كيكون عندنا ماتريال ناقص ولا شي حاجه بحال هكذا. ويا سلام يا الله الله. لا 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 الدراري، شوف بحر، يا سلام. المهم اليوم طبيعتها هي، يا سلام. شنو اليوم عمر؟ اليوم اتوقع شي حاجه اليوم. يا ان شاء الله دراري، انا محمس وعندك نزلاق والسلام، فهمت؟ ايوا والله الا ماتينا بالشريحه ماتينا بها صحيحه. الله الا اخوان، دابا اليوم انصادو ياك، وملي خصنا انصادو خصنا الحوت كبير. ايوا زعما كيف زعما ما يكونش كيتسارى هيدا. المهم اليوم الحوت صات شي مرينه بشحال ما صدناه. انا بعد ما كنبقى نهضر الدري، دابا باقي الصباح فهمتي، كيكون فيه واحد الانرجي زايده ما ديوش عليه. الماء كيبان في شكل، وكيعجبني هيدا، ما كرهتش دابا ما طلعش قايله نشلطو دغيا. عرفتي علاش الاخوان؟ حيتاش الغرونق كبير كيكون غالبا ما كيكونش في الضوء بزاف حالة الشمس، فهمتي؟ يعني بحال هيدا فاش كنضرب شي غرونق واخا النهار، فهمت؟ الماء مرون خصنا يكون، ما كرهناش يا اخي. بحال هيدا بالضبط. شي درعي عندك طيني للوجه، فهمتي؟ شي حاجة بحال هيدا الخا. المهم انا محمس. انا نمشي عند ديك البحر هذاك نعمل واحد طلانصيه. المهم اليوم افتتح بالمرينه، اليوم افتتح بايش؟ افتتح بالمرينه. ان شاء الله ان شاء الله. اخوان دابا شو اهم حاجه، وهي اننا ندوزو نهار مزيان ونستمتعوا، وفهمتي هذيك هي الحلاوه. البحر كيبدا ما عنده واحد الفكره في راسه، كيقول عقله بلي واحد الصياد كيعجبو يمشي باش يصاد الحوت. لا، الصياد كيعجبو باش يمشي باش يتكونسونطرا، باش العقل ديالو كيتفورماطا كيرتاح، بحال نقول لك اليوغا، فهمتي؟ هذه هي الخلاصه ديال الناس اللي كيعجبهم يعني الناس اللي عندهم الهوايه صيد السمك، يعني ما كيقصدش الصيد، فهمتي؟ وحنايا كنهضر على راسي انا، يعني ماشي كصياد محترف ولا، فهمتي؟ يعني انا كيعجبني نصاد، كيعجبني نتكونسونطرا مع البحر كيما قلت لكم اليوغا والسال. ماشي بروفي شرمان، هادشي اللي كاين الاخوان. المهم دابا قلنا نتحدثوا معكم، ما حدنا هوادين هنايا. دابا خصني نشوف قدامي، عندك نزلق طايح، فهمتي كيفاش؟ ولكن عادي ملعوب بحال دايما كتزلق كطيح كتنوض فرحان مطق الخا. كنلعبوها حتى الارض كتلعبنا. بقره صباح الخير، صباح الخير بقره، كتاكل ازاي؟ يلا بحالنا دراري، نلتقي في البحر، نلتقي عندما نصل.
هاي التلانسيه ديالي هنايا لانسيتها، هاي كانت اديه الدراري. ولكن كاين حتى الربيعه، حتى الربيع شق منا شويه. عمر حتى هو ملانسي رافينا وقصبه ديالو معذبه كما قلت لكم، ولكن رغم ذلك ما كنعرفوا شي المستحيل الاخوان. هكا عمر كنعرفوا الحوت غيطلع مهما كان. شي حجره ربع، شي حجره هاي يا خو. انا نجيب لك الحجره وتي ناس. هاي الحجره صاحبي اش عندك؟ اذا قدرنا نشبروها بيد واحد هاك اخو. انت نادي كنادي ده. اح هاني هاني داكشي على المباشر، داكشي على المباشر. عوطة تما صافي. القصيبة ديالي كتشطح الاخوان، ولكن معها حتى الربيع وداكشي كيشق ما فهمتي كيزيد. الا عملنا الطعم السردين، طعمنا بالسردين. اوه اوه هانتوما الاخوان، تفرجوا 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 شنو يوقع دابا. تفرجوا سير 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 سير. جبد على بابها، انا مضفر لها الشعره يعني ما تقطعش فهمتي. ابغيتكم تحضروا على التقويسه الدراري، والله الا بغيتكم تحضروا على التقويس. هاي كتجبد ولكن داكشي شو عامل جوج سنانر كبارين، يعني الا هجم عليها شي حوت مزاون راه ما غيقطع ما والو ان شاء الله في يدي. صغير يا اخوان، راه عمر جبر شي تشارنو تما دابا حيت بحر مخوي عاد. صغير يا انا معذب مع القصبه. كي ياكل كطيه ياكل اول شبر الحجره خلي السردينه شبر الحجره. خاو انت كلوكي تجبدو في بلاصه. يلا انا نجيب لك كلوكي. دابا هي باش نجبد هاد الكلوكي هذا والعاده. هاكا خاوة نطعمو بعدا بالرجل ديالو. ها معلم لطيفة لطيفة لطيفة. شو نزلها بشوية وفرجنا هنايا معاك. ها دابا عمر شاف عاوتاني تما شي قمرون كبير شوية. هي هاديك نجمعو قمرون تاهو نقدرو نصادو، نحتاجو العشية نصادو به. هادشي اللي كاين. أنا معذب هنايا الحشف وداكشي تمارة، ولكن هانية هي الحلاوة الصيادة هي هادي. هي كتعرف راسك واش قادر تصبر ولا لا فهمتي، يعني خصك تتحدى الظروف كاملة. و موي موي خوا هاك هاك عمر بلاتي نزومي لك الرئيس. هذا الدراري غير نعملوا له الرجلين ديالو نطعموا بهم، ثم كتعرفوا كيدخل عليه الحوت كبير. وي هاكا خاوة انا نهود مور التشرنوطة ولا شرحة تسيب ياك. واه عندك تزلق اري يا خو، عندك وقع لك بحال اللي وقع لي قبيله. معلم
ها هو الاخوان الله يسمح لنا منه، ولكن فهمتي الرجلين ديالو راه نحتاجوهم باش نصادو بيه. واو شو سبايدرمان، ها سبايدرمان. شو قداش الكامبا هنايا؟ ماشي كامبا يا ربي، قمرون هو هذاك شمن كامبا. شو تبارك الله قداشني موجودة يا أخي، غير الحفاري هنا يا عامرين بالترانات قمار بحال هادو داكشي يا سال. قمرونة شرفة، غلنصي بيها دابا، غلنصي بيها وعلى الله كنتمناو يطلع بحر دغيا حيت كنتعذبو هيدا بزاف. هاهي قمرونة تا هما، قمرون اجي لمك، ها قميرنات مزاونين، ها قمرون، ها مشال، تبارك الله تبارك الله، ها نتوما، هادو يكونوا في الطاجين، ما تعملوهمش هنايا باش ما يتوسخوش، خص بالحص، نغسلوهم، مشال ها هو، اللي غادي نعملوه تا هو في الطاجين. صح دو باش كيشعل فيهم العافيه مزيان. دابا نجيب واحد شويه الفحام اللي عندي. يلا هذا كيعاون باش تخبط. اليوم غيطلع احسن طاجين، اليوم غيطلع احسن طاجين. عندنا كنجمعوا مشال، جمعنا قمرون، تشارنوط، وهذاك حتى هو غادي يكون في الطاجين. المهم اليوم غيكون واحد النهار مزيان، وتمنوا تكون حاصله. دابا المشكله اللي عندنا حاليا هي بحر مكرط مخوي مره، وكاين شويه ديال الربيع، ولكن المهم المهم دابا شويه غادي يطلع بحر، وان شاء الله تمنوا تكون شي حاصله باش نفرجوكم معنا ان شاء الله. انا كنت كنعدل الطاجين الاخوان هنايا، كنسكسف على الامور. عمر كيخبط في الترانط عاوتاني اللي هنا، ها الترانط الثاني نشوف لك. هذا صالح الاخوان الصياده، فهمتي تصادلوا بالرجيلات ديالو مزاونين. صالح حتى الماكل، صالح حتى شنو الصياده، صالح حتى الماكل. وياه دقيق لا
ضحك شفته شفته كبيرة تبارك الله الله الاخر الضحك صبر الشعره صبر الشعره شفته شفته شوف الله مشات ما فلت والو صاحب باقة باقة فيها باقة مشات عرفتي تبارك الله كبيرة اخ مرينا قطعتها ولا ولكن باقة فيها باقة فيها وفيها بلاش انا نجيب لك كلوب وين هو كلوك ايه اهلا طيب باقة فيها باقة ها اوه على طاجين هذا اوه على منظر هذا شيل واش قطعتها ولا اوه ودابا نتغداو الاخوان هذا هو الغديوي ديالنا الخبز عمر بسم الله جات لاصقه يا دابا الريح كيشاق اخوان تحرك الريح بزاف وبحار حتى هو كيشقلب مواج طلعوا شويه روينا وصافي ناقصنا شي دقات الشتا نكونوا مداخلين او لا اه والله الا الدرايم هاد النهار هذا المهم انتوما شفتوا الصراحه المهم بقى النهار مزيون ولكن دابا تلونس قضيه فهمت ولكن عادي عادي احنا مواكيين فهمتي داكشي يا سلام يا سلام ها تلع شويه برافو الا تعوط الجو شويه واخا دابا الريح كيشقلب الدراري كسباب داكشي العاده بصح ما نحاول المره اللي ما جا نجيب لاطريس ونجيب ماتريال نقي على هيدا باش نفرجكم باش نطلعوا شي حاجه مزيونه ان شاء الله هادشي اللي كاين المهم احنا باقي في النهار ديالنا باقي نشوفوا على الله تبان شي حاجه عمر هو هنا يا الدراري كسباب صمكوا الريح مزيان شوف شو على الريح شوف المهم جباصونا غادي نمشيو بحالنا دابا حيت الماتريال اللي عندنا ماشي ديال هذا الجو هذا فهمتي يعني هذا الجو ماشي ما كاينش الحوت كاين الحوت موجود ولكن الماتريال ديالنا بالعربيه على قدو يعني دغيا غيتقطع الشعره وداك الشيء عمر بعد عطى الشحطين تشرانط هاو ضرب ثلاثه تشرانط صافي يا انا كيما شفتو ضربت غير ديك المرينه وضربوا عليا شي وحدين ولكن قطعوا عاوتاني صافي هادشي اللي كاين مرة اللي ما جا ان شاء الله كنوعدكم بلي تكون شي حاجه ان شاء الله مزيانه غنحاول نجيب ماتريال غنحاول نجيب ماتريال ان شاء الله باش نضربوا الحوت مزيون ونفرجوكم كيف ما ديما هادشي اللي كاين
العشيه تبدل الجو مره. كنت كنظن باللي غادي يكون زعما غادي يعمر بحار غيزيان بحار وداكشي، فكان العكس والجو تقلب علينا مزيان، الريح بزاف، مواج عاليين، ما فهمنا والو. ايوا صافي دابا طالعين بحالنا مره اللي ما جا ان شاء الله نحاولوا الدراري، وغادي نجيبوا ان شاء الله ماتريال صحيح. ديما كنقول ماتريال نجيب ماتريال كنساه، سكت جي على غفله باغ شي صوت، هذه اسوء حاجه فيا صح. المهم هادشي اللي كاين الاخوان، اذا عجبكم هذا الفيديو بغيت بزاف اللايكات زعما باش كل مره نبقى نعمل لكم فلوق هيدا صياده ونفرجكم معايا. هادشي اللي كاين. ايوا حنا طالعين فحالنا الاصدقاء، علاش؟ حيتاش انا قلت لكم الشعره خصني نجيب لاطريس صحيحه مزيانه ما كتقطعش، حيت حنا كنعملوا الطعمه كبيره، والطعمه كبيره يعني كيدخل عليها السمك مفترس واحد شويه، بحال نقول لك الغرونغ ولا مرينا ولا اي حوت يعني اللي مفترس، و يعني غيقطع. هذا هو المشكل اللي كنطيحوا فيه بزاف، وغالبا مرينا كتشقى من المراعين، مريان كيبقاو يقطعونا ويشقمونا، وكتكون عندنا الشعره اصلا ديجا يعني ضعيفه. ايوا هذا هو المشكل. ايوا المره اللي ما جا ان شاء الله كنوعدكم غنجي باللاطريس او لا بالشعره غليطه ضروري، ونضربوا السمك ان شاء الله، ونضربوا الحوت ديال المعقول. هادشي اللي كاين اخوان. المره اللي ما جا ان شاء الله غادي نبدلوا المصيده، نمشيو نجاد ليه امسي ونصادوا ان شاء الله، وغنفرجوكم عقلوا عقلوا على هاد الهضره اللي كنقول، حيت غادي تشفرجوا ديال بصح. ودابا نمشيو فحالنا